My name is Mohamed Abu Mizad. My background is mechanical engineering and I have a master in robotics and autonomous intelligence systems. مشروعي باختصار هو تصميم روبوت يتسلق على الجدران او على القزاز او على اي حاجه ممكن. في اكثر من فائده احنا نستفيد منها، مثلا تنظيف الزجاج، فحص الخزانات الموجوده للاويل اند غاز. اوريدي سويت الهاردوير ديزاين، الميكانيكال ديزاين والانجينيرنج اناليسيس، اوريدي سويت لها حسابات وخلصتها. ومثل ما تشوفون عندي I have my own prototype. محمد انت بتعرف منك اول واحد عم يحاول يعمل هالشيء؟ اعرف اينا. قل لي ليش تنو اختراع؟ شو هو اللي بقلبه جديد ومبتكر بيعطيك ادفانتج عن الموجود؟ اول حاجه مشروعي فيه سسبشن سيستم تقريبا مشابه للموجود في السياره. وجود السسبشن سيستم راح يعطينا افضليه تديل وذ اوبستكلز او العوائق الصغيره. بس انا بعرف انه في كثير كمان كرولرز بيقطعوا حواجز او اذا في فراغ بالواجهه الزجاجيه او في قاطع الومنيوم، يعني الحديد هلا انا ما سمعت شيء كثير مبهر. طيب الحاجه الثانيه is using brushless motors. Yes, I have two brushless motors. With the high speed they will create اختلاف في الضغط بين السيرفس الموجود هنا وبين الجدار. راح اسوي فاكيومينج او تفريق للهواء الموجوده في المنطقه. جربتها على لوح ازاز طلعت وما وقعت؟ اي نعم. يعني لازم يكون على طول داير، بس تطفي بيوقع؟ بس تطفي بيوقع، نعم، لكن عندي سيفتي كيبل حتى لو انطفت راح يكون هو السيفتي تيشو. يعني الانوفيشن بالنسبه لك انه روبوت كلايمينج السيرفس، وهاي الشيء موجود، يعني ما اشوف انه في اختلاف كثير يعني في هالنقطه. الأغلب منهم فيهم كل واحد فيه مشكلة. صح. أما يكون معلق من فوق أو يكون يستخدم magnetic field. البوينت أني يعني solve the problems that they are faced. أنا بقول لك نحن مش قادرين نعمل بخلال شهرين functional working على واجهة إزاز. ما رح نقدر نعمل هالشيء. It's already functional. عفوا؟ It's already functional. يعني مصمم انه عنده فانكشنال روبوت بده يجرب. انت وصل لك فايل في منه 10 اسئله، وصل لك هالفايل بالايميل 10 اسئله عندنا اياهم جاوبتهم؟ لا ما كتبت الجواب فل، يعني ما خلصت ما كتبت. قديش بدك وقت تتجاوب هالعشر اسئله بما انه بتعرفهم الاجوبه كلهم؟ يعني بعد ساعه تخلصهم. تضغط نفسك ساعه ساعتين تخلصهم. بدك تشوف الفايل بعد ساعتين ان شاء الله. I will try my best. طيب يا اخي خلينا نشوف الفايل بالمجلس العلمي. Why not؟ يلا ويلكم. ان شاء الله. شكرا. يمكن انت الهمنو قد ما انه مجهز حاله للموضوع. انا حاب اجرب البروتوتايب هون اوريدي، بس تشوف شو بده يقول بهالفايل. Why not؟ we'll consider him بالمجلس العلمي. We'll consider him. Yeah.